جرائم الحرب مستمرة على الأراضي السورية. قبل قليل فقط قام الطيران الحربي باستهداف مركز الدفاع المدني في بلدة كفر زيتا في ريف حماة بالصواريخ الفراغية الارتجاجية، مما أدى لتدمير هذا المركز وخروجه عن الخدمة بشكل كامل. 7 شهداء من عناصر الدفاع المدني دفنوا تحت أنقاض مركزهم. هؤلاء الذين كانوا يسعفون الشهداء ويسعفون الجرحى دفنوا تحت أنقاض مركزهم. أثناء قدومنا إلى هنا لمحاولة توثيق جريمة قصف مركز الدفاع المدني، استهدفتنا طائرات حربية روسية بقنابل عنقودية، مما أدى لإصابة أحد المدنيين ممن كان هنا في الشارع. للأسف لم نجد من يسعف هذا المدني. قمنا نحن بمحاولة إسعاف هذا المدني. المركز الدفاع المدني في كفر زيتا خرج عن الخدمة. أيضا بنفس الوقت قام الطيران الحربي باستهداف المشفى الجراحي في بلدة كفر زيتا بريف حماة، مما أدى لخروج المركز عن الخدمة. آليات الدفاع المدني أصحاب القبعات البيضاء خرجت عن الخدمة. 7 منهم فارقوا الحياة أثناء محاولتهم إنقاذ المدنيين والجرحى هنا في سوريا. يقتل حتى من يحاول أن ينقذ المدنيين من الموت. هنا في سوريا يقتل من يحاول أن يزرع الأمل ويزرع الحياة. هنا في سوريا قتل تحت هذه الأنقاض 7 شهداء من فريق الدفاع المدني، وخرج المركز عن الخدمة بشكل كامل. بنفس الوقت خرجت المشافي الميدانية عن الخدمة في بلدات اللطامنة وغيرها من البلدات في ريف حماة. تقريبا كل المشافي الميدانية في ريف حماة أصبحت خارج الخدمة بشكل كامل. المشاهد ربما يعني أكثر من أن توصف. خلال شهر واحد أكثر من 12 مركزا طبيا خرج عن الخدمة بفعل القصف الجوي المتعمد من قبل طيران الأسد وروسيا.